الايام اللي فاتت عرفنا ان خلاص ترامادول هيتحط ضمن المنشطات المحظوره في الرياضه عامه مش بس كره القدم. وكانت المفاجاه بالنسبه لي ان الترامادول ده اصلا ما كانش محظور، مش فاهم ليه ما كانش محظور وليه اتحظر. نفهم احسن ونفهم اكتر من الدكتور حازم خميس رئيس مجلس اداره المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. يا فندم مشرف ومنور. مساء الخير يا كابتن. اهلا بحضرتك يا دكتور حازم. انا السؤال الاول هو اللي كنت لسه بقوله، هو ليه ترامادول اصلا ما كانش محظور وليه اتحظر؟ انت عارف حضرتك اي ماده بتحظر بتخضع لابحاث لا تقل عن 4 5 سنوات. الوكاله الدوليه ما تاخد قرار تحظر ماده يعني فبتاخد وقت، فخد وقت طويل في ترامادول على اساس انه ما كانش منشط لانه ما بينشطش اللعيب. الترامادول ماده مسكنه قويه، انت عارف اللعيب بتبقى عضلاته بتوجعه بعد ما كنت كبير، فما بياخد الترامادول يقدر يستمر لفترات اطول اثناء المنافسه. صحيح. لحد ما اكتشفوا مخاطر الترامادول، ان الترامادول ده مع جرعات معينه بيبتدي يبقى ادمان. ابتدى يعرفوا انه بيأثر على وظائف الكلى، على وظائف التنفس، على وظائف المخ، على وظائف القلب، وقد يؤدي الى الوفاه. فعشان كده خدوا السنه اللي فاتت قرار ويتم تنفيذه في يناير 2024 عشان يدوا فرصه طويله للي كان بيستعمل الترامادول ده يمتنع عنه. عظيم جدا، وده السبب اللي خلاص ان شاء الله احنا بنتكلم في شهر 12 هيبدا تطبيق هذا القرار، مظبوط؟ بالظبط كده. طيب، حاجه بقى طبيه انا مش فاهمها قوي، لو في شخص او لاعب مثلا كان بياخد الترامادول طوال الفتره الماضيه، هل لما جيت انت عملت له كشف او تحليل في شهر 12 هل هيفضل الكلام ده بياخد معاه في جسمه فتره، ولا الكلام ده بيبقى مفهوم ومعروف، ولا بيختفي خلال فتره معينه؟ معلش انا بسالك اسئله تفصيليه قد تبدو ساذجه بس عشان افهم شويه. لا، الترامادول بيختفي من البول بعد 20 يوم. بعد 20 يوم بيختفي من اللعاب بعد حوالي 6 ايام. بيختفي من الدم بحوالي 33 يوم، ما بيبقاش في يعني ذلك الفرصه طويله اللي بياخد ترامادول يقدر يكون تخلص منه تماما. عظيم جدا. طيب، التحاليل الماضيه اللي كنتوا بتحاولوا تعملوا فيها كشف المنشطات للاعبين في رياضات مختلفه سواء كره القدم او غيرها، كان بيبان في التحاليل دي اي جرعات من الترامادول اللي هي كانت وقتها مش محظوره؟ لا، ما كناش بندور عليه. ما كنتش بتدور بتحط يعني مش محدوده. المعمل اللي احنا بيتعمل فيه التحاليل بيبحث عن المواد المحظوره. فبما ان ده مش ماده محظوره، المعمل والاجهزه والمعامله بتبحث عنه. اول ما بيتضاف كماده محظوره خلاص تبقى الكيس اللازمه لاكتشافه موجوده في كل المعامل. عظيم جدا. دكتور حازم خميس رئيس مجلس اداره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنا بشكرك شكرا جزيلا لهذه التوضيحات. بصوا يعني أتمنى أنه تبقى الأندية، مش بتكلم على كرة القدم بس، في كل الألعاب تكون بتنصح، تكون بتعرف، تكون بتعلم، عشان إحنا بنكتشف بعد كده مثلا تلاقي لاعب راح ياخد يعمل تحليل يقول لك لا أنا كنت الترامادول ده الدكتور كاتبه لي عشان خاطر، أوكي كده الترامادول ده ممنوع، يعني ما ينفعش واحد يخش صيدلية يشتري الترامادول، دي ممنوعة أصلا الحمد لله في مصر يعني. بس تلاقي واحد يقول لك اصل كان الدكتور كاتبه لي وانا اتصرفت وجبت ترامادول بتاع وانا ما كنتش اعرف وانا مش فاهم ان ده محظور، كانوا الاول بيقولوا ان هو مش محظور. لازم الانديه تعمل توعيه، يا جماعه ترامادول محظور، ترامادول محظور، تفضل الانديه تمشي كده، تكتب ورق في النادي، تبعت للاعبين، عشان لو كان حد بياخده بشكل غير رسمي او غير شرعي يبقى فاهم برضه، عشان احنا ما نحبش ان الرياضيين المصريين سواء في كره القدم او غيرها يتاذوا من هذا الامر.